يسمى بالإيجار. راح يجيب عشوة، قالوا له لا لا هنا يعني معانا معانا هنا يعني، بس هو كده ما بيزعل، هو ما بيزعل بقى كده يعني الغلبان في الزمان. هو مفيش حالتنا للمطعم دي، المطعم دي كان يا سيد فصل مبارك، احنا كان في اعتصام للعربات ما كناش لاقينا، ويا جمال مبارك ويا علاء مبارك، احنا عربيات كانت عامله اعتصام مش كنا لاقينا ناكل احنا ولا عيالنا. ان بنت النهارده عايزه 100 جنيه للدروس، السيد عايز 100 جنيه، عايز حق الدروس، امي عايزه حق الدروس، ودي مش بيتنا، كل ده ايجارات، وانا تعبانه بالبهاء اهو عند الغضروف، فيه حق برهم بس ب 120 جنيه.